قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات، ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم. ينبغي للمسلم أن يحصن نفسه دائما بالقرآن وآياته والسنة وأذكارها، ويحرص على أذكار الصباح والمساء واللجوء إلى الله تعالى ودعائه. ومن أفضل ما يحصن الإنسان به نفسه ما يلي: الإكثار من قول بسم الله. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يفر الشيطان منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلها، وإذا طعمتم فاذكروا اسم الله، فإن أحدكم إذا سلم حين يدخل بيته وذكر اسم الله تعالى على طعامه يقول الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم هاهنا ولا عشاء. وإذا لم يسلم أحدكم ولم يذكر اسم الله تعالى على طعامه قال الشيطان لأصحابه: أدركتم المبيت والعشاء. رواه البخاري ومسلم. ويستحب قول بسم الله عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وفي حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. ثانيا: كثرة الاستعاذة بالله. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي موضع آخر: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. عن سليمان بن صرد أن رجلين استبا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجه أحدهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري ومسلم. ثالثا: قراءة آية الكرسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختم الآية، فإنه لن يزال عليك حافظ من الله تعالى ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك الليلة؟ قلت: يا رسول الله، علمني شيئا زعم أن الله تعالى ينفعني به. قال: وما هو؟ قال: أمرني أن أقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشي، زعم أنه لا يقربني حتى أصبح ولا يزال علي من الله تعالى حافظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، ذاك الشيطان. رواه البخاري. رابعا: قراءة سورة البقرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. خامسا: قراءة خاتمة سورة البقرة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركته كي يستفيد منه كل مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.